الحمد لله لقينا اقبال كثير على المنتوج ديالنا وكندخلوا المعارض الحمد لله هاد الساعه. وحنايا اولا فواحد الباديه صغيره كنعاونوا المراه القرويه بزاف 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 كنعاونوها كنتعاونوا حيت راه تعاونيه كنتعاونوا وعندنا العيالات ارملات كنتعاونوا وبحال الدريات الصغار اللي طالعين حنا تماك عندنا المراه خدامه الكسكسو هزا راسها وهزا وليداتها وهزا الاسره ديالها والحمد لله. حنا بينا 20 مرة وبلا هكا الرجال كاين الشيفور وكاين اللي كيشرجي والحمد لله. شحال هادي ما كانوش ولكن دابا كاينين تعاونيات كثار الحمد لله كاينين. ولكن حنا الحمد لله المنتوج ديالنا معروف كندخلوا في المعارض ديال المغرب وخارج المغرب كما كانت المرأة القروية او ديال المدينة. الحمد لله المرأة راه كتكافح كدير مجهود كثير 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 باش تخم هذيك لقمه العيش للمنزل ديالها. حنا تعاونيه صراحه اول مره تنشاركوا في المعرض ديال اكادير عجبنا الحال وزعما وكان لينا الشرف اننا نشاركوا بالمنتوجات الطبيعيه ديالنا اللي هما كاين صابون طبيعي كاين شامبوان طبيعي كاين خلاص زيت ارغان املو كاينين بزاف ديال المنتوجات الطبيعيه اللي تنخدموهم بيدينا على باز ديال الارغان وعلى باس ديال مواد اخرى طبيعيه على حسب الاحتياجات ديال كل واحد مع البشره ديالو على حسب كل واحد وشنو كيفضل. هادشي اللي كاينو حنا جينا نشرفوا مدينتنا في مدينه اكادير باش يتعرفوا علينا الناس ان شاء الله ونزيدوا القدام ونطوروا المنتوج ديالنا وان شاء الله علاش لا نزيدوا يد عامله باش كلشي يستافد ان شاء الله. بالنسبه للرخصه ديال الزيوت ولا ديال الاملو ولا هذا هي كتبقى مهمه حيت هي كتبقى يعني اللي كتعطيك المصداقيه ديال المنتوج ديالك كيتيقوا الناس كيتيقوا في المنتوج ديالك. لونصا هي داك المسار ولا داك السيركوي اللي كدوز فيه الماده الاوليه من الاول حتى كتعطينا البرودوي يعني هذوك المعايير ديال السلامه الصحيه يعني الانسان غيثق في المنتوج ديالك غيعرفوا بلي راه صحي ما دايز في المعايير الصحيه ما غيوقع عليه حتى شي حاجه والناس كيتيقوا تياخذوا المنتوج يعني من افضل الانسان ياخذ المنتوج في هذوك المعايير الصحيه باش حتى هو يكون مطمئن. حنا كنشتغلوا في توضيب النباتات العطريه والطبيه وكذلك تقطير الزيوت الاساسيه والزيوت النباتيه وكذلك صناعه مواد التجميل. كنديروا الزيوت الاساسيه واللي كتصلح فيها اللي كيصلح اكثريه للتداوي بحال الام المفاصل تساقط الشعر وكذلك الزيوت النباتيه بحال اللوز بحال الجنجلان بحال السانوس زريعه الكتان وكذلك اللي كيصلحوا للشعر فيهم اللي كيصلح للشعر تقويه الشعر نعومه الشعر فيهم اللي كيصلح لهذا فيهم اللي كيصلح للجسم المهم كيتستعملوا في التجميل. حنايا عندنا الزيوت الأساسية والنباتية عندنا الترخيص ديال لونصا عندنا ثلاثة ديال التراخيص ديال لونصا عندنا التوضيب بالنباتات عندنا على الزيوت الأساسية والزيوت النباتية. وبالنسبة للمواد التجميل حنا حصلنا على الشهادة العالمية إيزو 22716 اللي هي خاصة بمواد التجميل وهاد الشهادة هذه اللي هي ديال إيزو كتخليك انك تصدر على برا وكتعطي واحد القيمه كبيره للمنتوج ديالك حيتاش ملي تتكون على هذا البرودوي يعني كتعطي واحد القيمه كبيره لذاك المنتوج والكليان وداك الزبون اللي كيجي لعندك كيشري داك المنتوج من عندك وهو مقتنع باللي داك البرودوي مزيان.